سيدي رسول الله، لو كان الخلق الإنساني الرفيع ممثلا في شخص ذي كيام لطأطأ الرأس لسمو أخلاقك وكمال إنسانيتك وصفاء لطفك. سيدي رسول الله، أسعدني الله بدراسة سيرتك وأنا يافع دون عمر الشباب، ثم شرفني بتدريس سيرتك لطلاب الجامعة، فلا والله لا أذكر ساعات كانت أمتع إلى نفسي ونفوس طلابي من تلك التي كنا نسمو فيها بأفكارنا ومشاعرنا إلى أجواء أخلاقك الإنسانية الربانية العجيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا من الحديث عن غزوة بني المصطلق، وهي التي تسمى أيضا غزوة المريسيع، والأحداث التي تتعلق بها. الحادث التي تليها بعد ذلك مباشرة تقريبا هي غزوة من أكبر الغزوات المعروفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الخندق، وتسمى أيضا غزوة الأحزاب. كانت على الصحيح في شهر شوال أيضا من سنة 5 للهجرة، على ما جزم به جمهور علماء السيرة وعلماء السنة. ما هو سبب هذه الغزوة؟ سببها أيها الإخوة أن نفرا من زعماء اليهود من بني النضير، الذين كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخرجهم من المدينة إثر خيانة بدرت منهم بدون موجب، نفر من يهود بني النضير خرجوا حتى قدموا مكة، دخلوا مكة، فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزالوا بهم يهيجونهم ويستثيرونهم ويقولون معهم مطمئنين سنكون معكم حتى نستأصله، يعني حتى نستأصل محمدا ومن معه. وكانوا يؤكدون للمشركين قائلين إنما أنتم عليه خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا اليهود يعلمون العكس وهم يكذبون، وفي حقهم نزل قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني الأصنام، ويقولون للذين كفروا عن الكافرين: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فتم الاتفاق بينهم وبين قريش أهل مكة المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي هذا النفر من يهود بني النضير بهذا الذي فعلوا، فخرجوا حتى وصلوا إلى قبيلة غطفان، وهي من أكبر القبائل العربية، وكانوا مشركين في ذلك العهد، فدعوهم إلى مثل ما دعوا إليه
قريشا، نعم، ولم يزالوا حتى وافق زعماء قبيلة غطفان على هذا الذي جاء اليهود ليقنعوهم به. ثم إنهم اتجهوا إلى قبيلة بني فزارة وقبيلة بني مرة وقبائل أخرى، ألبوهم جميعا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكدوا لهم أن هذه الحرب ستكون هي القاصمة وستكون هي القاضية على محمد ومن معه. لذلك سميت أيضا بغزوة الأحزاب، لأن سائر أحزاب الشرك تألبت واجتمعت على حرب رسول الله، وكان الذين هيجوهم وأثاروهم لذلك اليهود. بلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الذي تم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجلس يشاورهم في الأمر كعادته صلى الله عليه وسلم. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق من الجهة التي تلي المشركين، أي التي سيأتي منها المشركون ومن لف لفه. وحفر الخندق كوسيلة من وسائل الدفاع في الحروب لم تكن معروفة في الجزيرة العربية، ولكنها معروفة كانت عند غير العرب منهم الفرس. فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق لأنها عادة كان قومه يلجؤون إليها ويعتمدونها. فأعجب المسلمون بهذا الرأي، وأعجب المصطفى صلى الله عليه وسلم به، فندب رسول الله المسلمين كلهم اللي موجودين في داخل المدينة إلى الخروج لحفر هذا الخندق، يعني مقدار نصف دائرة من الجهة التي سيأتي منها المشركون. وهب الجميع يحفرون الخندق وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عدد المسلمين الذين خرجوا استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون تقريبا 3000، وكان عدد مجتمع من المشركين مشركي قريش وقبيلة غطفان وبني فزارة ومرة واليهود بني النضير حوالي 10000. تعالوا الآن نتأمل في بعض مشاهد حفر المسلمين للخندق. والخندق يبلغ عرضه بحيث لا يستطيع الفارس أن يقفز من طرف منه إلى طرف، ويبلغ عمقه بحيث لو وقع الفرس لا يستطيع أن ينهض من كبوته. فتصوروا الجهد الذي بذله المسلمون، ومقدار نصف دائرة، نصف محيط المدينة المنورة. يروي البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب بين يدي هذه الغزوة وخندق رسول الله، يعني أمر بحفر الخندق، رأيته ينقل التراب، تراب الخندق، حتى وارى عني التراب جلدة بطنه. يقول البراء: رأيت رسول الله وهو ينقل التراب أثناء حفر الخندق، نعم، وقد وارى التراب جسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه أن الأنصار والمهاجرين كلهم
كانوا يسابقون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل حفر الخندق، وكانوا ينقلون يحفرون وينقلون التراب على متونهم ويرتجزون كعادتهم أثناء العمل من أجل أن يشجع بعضهم بعضا، يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. يسمع المصطفى صلى الله عليه وسلم كلامهم هذا فيرد عليهم قائلا: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقيم لسانه على بيت من الشعر، لأن الله قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. روى البخاري أيضا، وهذا المشهد ينبغي أن نتملى منه وينبغي أن نأخذ مزيدا من صوره لنعلم فرق ما بيننا وبين ذلك الرعيل الأول. يروي عن جابر البخاري في صحيحه، يروي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا أو إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، صخرة شديدة عاتية لم نستطيع أن نحطمها، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرونه في أمرها. نعم. فقال: أنا نازل سآتي وأنزل واللي أرى هذه الصخرة. فجاء ونزل، فأخذ المعول من يد أحدهم وضرب به تلك الصخرة. يقول جابر: فعادت كثيبا أهيل، وفي رواية أهيم، يعني تحطم هذه الصخرة وأصبحت جذاذا مثل الزجاج عندما يتحطم. ورأى جابر رسول الله وهو يفعل ذلك حجرا معصبا على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع، مشغولون بالحفر، لا وقت للذهاب إلى داخل المدينة للأكل. فتأثر جابر لهذا المنظر واستأذن رسول الله ليذهب لبضع دقائق إلى البيت، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فدخلت الدار وقلت لامرأتي: رأيت بالنبي شيئا ما كان لي في ذلك صبر، فهل عندك شيء طعام يعني؟ قالت: عندي شعير، شيء من شعير، وعناق يعني جدي صغير. يقول جابر: فذبحت العناق وطحنت الشعير وجعلنا اللحم في البرمة في القدر، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد تهيأ، قد انكسر يعني تهيأ لأن يخبز، والبرمة بين الأثافي الحجارة التي يوضع القدر فوقها وتوقد النار بين هذه الأثافي، قد كاد اللحم أن ينضج. فقلت لرسول الله يعني سرا همسا: تعيم يا رسول الله لي؟ فقم أنت ورجل أو رجلان، نعم، يدعوهم إلى الطعام. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: كم هو؟ ما نوع الطعام؟ يقول جابر: فذكرت له الطعام، فقال: إنه كثير طيب. فقل لها أي لزوجتك: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار جميعا يقول لهم: يا معشر الأنصار والمهاجرين قوموا. نعم. وفي رواية: يا أهل الخندق.
قوموا فإن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم إلى بيت جابر. وليمة 3000 يشتغلون في حفر الخندق، وجابر سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. لما دخل على امرأته قال لها: ويحك، جاءك النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت المرأة المؤمنة العاقلة المدركة: هل سألك كم طعامك؟ قال: نعم. طيب، وهل أخبرته؟ قال: نعم. قالت: فالله ورسوله أعلم، اطمئن. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد استاق معه أهل الخندق الأنصار والمهاجرين، وقال لهم: ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني شيئا فشيئا، فئة إثر فئة. جلس رسول الله خلف البرمة وجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم والمرق، وكلما أخذ شيئا من اللحم يخمر البرمة لا يدعها مفتوحة. نعم. وأخذ يأمر جابرا أن يقرب، نعم، هذا الخوان إلى الفئة، ثم إلى الفئة الثانية، إلى الفئة الأخرى، ثم إلى الفئة الأخرى. نعم. يقول جابر: فلم يزل يكسر رسول الله الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية وبقي بقية. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف البرمة يقول لزوجة جابر: كلوا هذا وأهدوا، إذا زادت فضلة أهدوا الناس، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة في هذا اليوم. يقول جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانصرفوا، وإن برمتنا لتغط باللحم، وإن عجيننا ليخبز، ولسوف نعود لنحلل هذه الظاهرة التي قد تبدو أنها غريبة على بعض، لا هي ليست غريبة، وسوف نعود لنبين وجه عدم الغرابة فيها. مشهد آخر مختلف، تعالوا ننظر إلى موقف المنافقين. طبعا خرجوا هم الآخرون مع المسلمين للعمل الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح أن المنافقين تباطؤوا في الخروج، تباطؤوا، ثم إنهم خرجوا، ولما خرجوا أخذوا يعني يحفرون مدة بسيطة، ساعة أو ساعتين، ثم يأتي الواحد منهم إلى رسول الله فيوري بالضعيف من العمل ويزعم أن له عذرا يقتضيه الرجوع إلى داره، فيتسللون لواذا الواحد إثر الآخر عائدين إلى دورهم. نعم. البعض بدون علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض منهم نعم كانوا يستأذنون لأعذار يختلقونها. يقول أحدهم: إن بيوتنا عورة مكشوفة، يعني للمشركين، وما هي بعورة كما يقول الله عز وجل: إن يريدون إلا فرارا. نعم. أما المسلمون الصادقون فكان الواحد منهم إذا عنت له حاجة يستأذن رسول الله، يذهب يقضي حاجته وسرعان ما يعود إلى عمله. الباري عز وجل أنزل في محكم تبيانه وصفا للمسلمين الصادقين وللآخرين، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مثل حفر الخندق لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله،
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. نعم. إذن المنافقون كان لهم شأن والمسلمون الصادقون كان لهم شأن يؤيد صدقهم مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله في إسلامه. المسألة الثالثة وهي عبارة عن قمة الخيانة التي ظهرت من اليهود. سلسلة الخيانة بدأت كما عرفنا بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. نعم. لكن الواقع الفئة الأخيرة التي بقيت هي بنو قريظة، ويبدو أنها أخرت خيانتها إلى هذا اليوم. ما الذي حصل؟ خرج زعيم من زعماء يهود بني النضير اسمه حيي بن أخطب النضري، تسلل حتى دخل المدينة سرا بدون علم المسلمين، ووصل أو أوصل نفسه إلى كعب بن أسد القرظي زعيم بني قريظة في المدينة. نعم. فأغراه بنقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يستثيره لينقض العهد بينه وبين رسول الله، وقال له فيما قال: جئتك يا كعب بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من روما، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بالمكان الفلاني، وقد عاهدوني وعاقدوني نعم على أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه. فيقول له كعب: جئتني والله يا حيي بذل الدهر، ويحك يا حيي، دعني وما أنا عليه، فأنا لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء، ولكنه يعود فيستثيره ويحرك فيه كوامن الخيانة اليهودية النائمة بين جوارحه. نعم. وظل يستثيره ويقنعه حتى اقتنع، وعندئذ أعلن في قومه أنه قد مزق كتاب العهد والعقد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ذاع الخبر وشاع داخل المدينة، وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق. لم يتأكد المصطفى من الأمر، أرسل أحد أصحابه وهو سعد بن معاذ ليتحقق من الخبر، وأوصاه إذا رجع أن يلحن له بالقول وأن لا يصرح، يعني إذا كان فعلا قد أعلنوا الخيانة نهاه عن التصريح حتى لا يفت ذلك في عضد المسلمين. نعم. وإن كان الأمر كذبا فليجهر. فلما استطلع سعد الخبر ورأى أن الخبر صحيح، عاد إلى رسول الله يقول: يا رسول الله، عضل والقارة، يعني غدر كغدر عضل والقارة، يوم بئر معونة يوم الرجيع وبئر معونة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. رسول الله ليس خائف. على كل، نحن لن نعلق الآن، هذا الموضوع كله سنعود إليه بالتعليق، نعم، والشرح والتحليل. والآن إلى ما آل حال المسلمين بعد هذا الأمر. عدوك آتي من الخارج من مكة وهنا ومن هنا ومن نجد، وعدو آخر ظهر من الداخل. نعم. طيب، استغل المنافقون هذا الأمر الذي فوجئوا به، وراحوا يستثيرون مزيدا من عوامل الخوف والرعب على في آذان المسلمين. يقول أحد المنافقين مستخفا:
مستهزئا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وإن أحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، يعني أن يذهب ليقضي حاجة، يقول هذا ليفت في عضد المسلمين. لما وجد رسول الله أن المنافقين هم الآخرون بدأوا يلعبون هذا الدور، رسول الله حكيم بحسب الظاهر استشارة في أمر، لكنه يريد أن يجرب قوة المسلمين ورباطة جأشهم. جمع بعض الأنصار والمهاجرين واستشارهم في أن يعقد صلحا مع قبيلة غطفان على أن يعطيهم بعض ثمار المدينة في سبيل أن يرجعوا ويخففوا من وطأة هذا البلاء على المسلمين. إذن استشارهم في أن يعطي قبيلة غطفان بعض ثمار المدينة في سبيل أن يرحلوا ويتركوهم. المستشارين الصحابي قالوا: يا رسول الله، هذا وحي أم شيء تصنعه لنا؟ قال: شيء أصنعه لكم. قالوا: لسنا بحاجة إلى ذلك. غطفان ما كانت تستطيع أن تأكل شيئا من ثمار المدينة ونحن في ذل الكفر، أفينالون ذلك وقد أكرمنا الله بعزة الإسلام؟ لسنا بحاجة إلى ذلك. استبشر المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، وتهلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا، وقال: وأنتم ذاك إذن. إذن ينبغي أن نبين هنا مسألة دقيقة لم تقع بين رسول الله وبين قبيلة غطفان أي صلح وأي اتفاق على هذا أبدا، وإنما كل الذي تم مراوضة بين رسول الله ومن؟ وأصحابه. نعم. وجاء المشركون وهم يهزجون ويفرحون ويتصورون أن اليوم هو اليوم الذي تدور فيه الدائرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نظروا وإذا هم يفاجؤون بما لم يكونوا يتوقعون: الخندق. نعم. وقالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها، ما كانوا يعرفونها. عسكروا أمام هذا الخندق، يعني حول الخندق، يحاصرون المسلمين. طيب كيف يمكن أن يتم، كيف يمكن أن يلتحم القتال؟ لم يحدث قتال بين المسلمين وبين المشركين بسبب هذا الخندق، سوى أنه في يوم من العصر إلى ما بعد المغرب، نعم، كان هنالك قتال بالنبال ما بين المشركين وما بين المسلمين، والخندق بين الطرفين. وحاول بعض المشركين أن يعني يروا مكانا ضيقا من الخندق فيقفزوا منه، لم يتأتى لهم ذلك قط. إلى ما آل الأمر إذن أيها الإخوة؟ آل الأمر إلى هزيمة المشركين. هزم المشركون بعدة عوامل، عوامل مرئية وعوامل غير مرئية. العوامل المرئية طبعا الباري عز وجل أمرنا أن نتخذ الأسباب، قال: أعدوا وأعدوا لهم عدة، نعم، وأعدوا لهم ما استطعتم. كان الخندق من هذه العدة التي أمر بها الله عز وجل. من جملة الوسائل أيضا ما سنذكره بعد قليل. أما الوسائل الغير المنظورة الغير المهيئة، فرعب أدخله الله عز وجل في قلوب المشركين في جنح ليل مظلم، شاء الله عز وجل أن تصفر فيها الرياح الشديدة العاتية
وأن تقلب قدورهم وأن تطير خيامهم. والجزيرة العربية لا عهد لها بمثل هذه الرياح بهذا الشكل إطلاقا. كفى الله عز وجل المؤمنين القتال بهذه الطريقة. نعم، لكن هنالك وسيلة عجيبة، أيضا وسيلة غير مرئية، قذف الله عز وجل في تلك الفترة في قلب رجل من أعتى المشركين الإيمان، اسمه نعيم ابن مسعود. جاء إلى رسول الله سرا يعلن إسلامه ويستأذنه في أن يفعل ما قد يأمره به، فقال له رسول الله: إنك شخص واحد، ولكن خذل عنا ما استطعت. فألهمه الله الشيء التالي: تسرب إلى داخل المدينة وأوصل نفسه إلى بني قريظة، واتصل بكعب بن أسد القرظي، مشرك جاء إليه فاستقبله ورحب به، قال له: أنت تعلم مدى إخلاصي لكم، هؤلاء زعماء قريش الآن مخططون، إذا رأوا الدائرة دارت عليهم سيفرون عائدين، والطريق أمامهم مفتوح، ولكن أنتم الذين ستقعون في الشباك، ولسوف يستأصلكم محمد، ولذلك أرى أن تفعلوا التالي: أرسلوا إلى حلفائكم خارج المدينة الذين يحاصرون المدينة، أن يرسلوا منهم رهائن إليكم حتى لا يتركوكم ويولوا الأدبار. نعم، فإن فعلوا ذلك أستطيع أن أضمن أنهم سيدافعون عنكم. قال: والله هذا هو الرأي، وشكروا. وعاد نعيم بن مسعود إلى قومه يقول لهم: لقد دخلت إلى المدينة واتصلت بيهود بني قريظة وتوصلت إلى خبر خطير جدا، هؤلاء متفقون سرا مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يجتثوا شأفتكم، ولقد علمت أن الخطة تقول: نعم، ينبغي أن يأخذوا منكم رهائن، نعم، بحجة أنكم أنتم ربما ستتركونهم وتولون الأدبار، وهم سيقدمون هذه الرهائن إلى محمد حسب خطة مبيتة. وبعد قليل فعلا أرسل بنو قريظة إلى هؤلاء المشركين من قبيلة غطفان غيرهم يطلبون عدد من الرهائن لكي يكونوا عندهم، حتى يكون ذلك ضمانا أن لا يتركوا اليهود وحدهم بين أيدي المسلمين. فدخل من ذلك رعب شديد في قلوب المشركين، لأنهم تصوروا أنهم أمام الخبر الحقيقي الذي جاءهم به نعيم بن مسعود، أن هنالك حلفا بين بني قريظة وبين المسلمين، والمسألة عبارة عن شبكة، نعم، سيقع فيها المشركون بكل قبائلهم. ثلاثة عوامل شاءها الله عز وجل كانت سببا في أن الله كفى المؤمنين القتال. لكن انظروا إلى هذه الصورة التي يرويها لنا مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان، رواها مسلم وغير مسلم وموجودة في ابن هشام وفي كل كتب السيرة. قال حذيفة رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر برد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يخبر القوم، ألا رجل يأتيني بخبر من القوم، نعم،
أسأل الله أن يجعله معي يوم القيامة؟ فسكتنا ولم يجيبوا أحدا. الوقت ليل مظلم وصوت الريح صوت مرعب، ما في حدا تجرأ أن يقوم ويتبرأ بأن يذهب. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا رجل يقوم فيأتيني بخبر من القوم أرجو الله أن يكون معي في الجنة؟ لما لم يجد في المرة الثانية أحدا قال لحذيفة: قم يا حذيفة فاذهب أنت. فلم أجد بدا، يقول حذيفة، أن أقوم بعد أن دعاني باسمي. قال: اذهب فأتني بخبر القوم، يعني قل لي ما هو حال القوم. نعم. ولا تذعرهم علي، يعني لا ترعبهم. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، في الطرف اللي فيه المسلمون، الجو دافئ ما في إشكال، كأنما يمشي في حمام، حتى أتيتهم. نعم. وصل إليهم من خارج الخندق. نعم. مسافة طويلة. نعم. فرأيت أبا سفيان، نعم، يصلي ظهره بنار، يعني بردان، يتدفأ بالنار. فوضعت سهما في كبد القوس وهممت بأن أقذفه به، فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. قريب منه، دنيا ليل ومظلم ولا ترى إلا ضياء النيران. نعم. ثم يقول: فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته وأخبرته بخبر القوم وفرغت، ألبسني رسول الله من فضل عباءة كانت عليه، نعم، كان يصلي فيها رسول الله قيام الليل يعني، فلم أزل نائما حتى أصبحت، يعني أعطاه العباية تبعه وقال له يلا نام. فلما أصبحت أيقظني رسول الله وقال: قم يا نومان، أي قم يا كثير النوم. نعم. وهنالك تفصيل آخر رواه علماء السيرة زيادة على هذا، يقول حذيفة: فسمعت أبا سفيان يقول، هذا موجود: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. الوقت مظلم، كل واحد يعرف انه مين اللي جان جنبه. نعم. فأخذت، يقول حذيفة، بيد الرجل الذي كان إلى جانبي، فقلت له: من أنت؟ قبل ما هذاك يسأله بدأ حذيفة يقول: من أنت؟ فقال: فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكرع، الأكل والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، خانتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. نعم. وهكذا عاد سيدنا حذيفة ابن اليمان بهذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صبيحة اليوم الثاني كان المشركون قد ولوا الأدبار. في سواد تلك الليلة لم تنم لرسول الله عين، طوال الليل كان يصلي ويدعو ويلتجئ ويتضرع إلى الله عز وجل. وعاد رسول الله وصحبه إلى المدينة المنورة، وكان من جملة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الخندق: اللهم منزل الكتاب، سريع الحزاب، اهزم الحزاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، إلى آخر ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة أيها الإخوة فاتت النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر،
كانوا مسؤولين برمي النبال. قلت لكم الفترة التي وقع فيها القتال عدة ساعات ما بين العصر والمغرب عن طريق النبال، وفاتت الصلاة أيضا بعض أصحاب رسول الله منهم سيدنا عمر. نعم، جاء سيدنا عمر يقول: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى غابت الشمس أو كادت الشمس أن تغيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، يعني أنا أيضا ما صليتها. فقمنا إلى بطحان، وعاء كبير فيه للماء، فتوضأ رسول الله للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس يعني قضاء، ثم صلى بعدها المغرب. وزاد مسلم على هذا في صحيحه، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر عندما قال له ما صلى العصر، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين. في صحيح مسلم لا يوجد هذا الدعاء. هذه هي خلاصة أحداث غزوة من أكبر وأخطر الغزوات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. سنعود إلى هذه الغزوة بالشرح والتحليل واستنباط المبادئ والعظات والأحكام في مثل هذا اليوم إن أحيانا الله عز وجل، وأكيد سيكون مثل هذا اليوم ويوم رمضان إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد يا رب العالمين. يا رب اجعلنا جميعا في هذه الساعة المباركة، في هذه الليلة الغراء، من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، طهر اللهم قلوبنا من سائر الآفات، طهر اللهم قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، بإيماننا بوحدانيتك إلها واحدا لا شريك لك. نتقرب اللهم إليك بحسن ظننا بك، نتقرب إليك يا ربي بمن جعلته رحمة للعالمين، نتقرب إليك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك يا رب، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربنا، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر نفحاتك القدسية،
ننتظر رحماتك يا ذا الجلال والإكرام. تجلى اللهم علينا تجلي رحمة، تجلي مغفرة، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل. لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا، لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا غني عن طاعاتنا، ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. إلهي، إن أغلقت باب كرمك دوننا إلى أين نذهب؟ ليس لنا باب إلا بابك، ليس لنا ملتجأ إلا إليك يا رب العالمين. فيا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا تغلق باب كرمك دوننا، يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من أبوابه مفتحة لعباده جميعا. نحن عبادك المؤمنون، وإن كنا عصاة شاردين عن أوامرك يا رب العالمين، لكننا نسألك بإيماننا بك أن تغفر لنا زلاتنا وأن تصفح عنا، نسألك بإيماننا بك أن تجمع أمر هذه الأمة على ما يرضيك، نسألك بإيماننا بك وبتوحيدنا لك وبالتجائنا إليك أن تكف أيدي أعدائك وأعداء دينك عن المسلمين وبلادهم يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. نسألك اللهم أن تنزل عليهم من سمائك يا ذا الجلال والإكرام صاعقة من صواعق مقتك، صاعقة من صواعق إهلاكك يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر الفرج، ففرج اللهم عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.